أرنت أفراد نبي يقول من توضع هو حيوه يسيسته فأسبغ الوضوء ويسر إسجارسية سيف يعني سجارسية ثم مشى أصعد إلى صلاة مكتوبة صلاة فرد أصعد وقلوا يا إياه فصلاها مع الإمام إمامكم عيسى لتكون وصلاة دي كبيرة غفر له ما تقدم دم بي سي هورو دوا لو داف فمن الرماد ودم بي دافك إلهي سبحانه وتعالى كويلينو أيان نغو بررتينها يا ولي حسوسينها يا ودو غرسان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحنا وإنا كهذا الله أذكارك وكوبان وأذكوه ليس دم بي دافك إلهي إنه إلهي نغو بدافه مربطان طبعاً الرماد ودم بي دافك إلهي سبحانه وتعالى كويلينو أيان نقول برا أرتشنا هيا ولا حسوسنا هيا وهذا وقرنا إنسانه. كوا حديث الكوباد يدير الكوباد أما كلمة الكوباد وحوي من أكل طعاما هو حراشون عنا. طبعا وحكاها يا بسم الله إن أترى هذا. هيا كل كاد إلهي كم هاي سكت دبنا أتقع أنت على ميك تأكل أنت. صدح من عاد عاد كأنت. من أكل طعام الراشين يكل عنا. ثم قال إلى هذا. الحمد لله الذي أطعمني هذا إلهي وأم محل الهاشم كان يقوديه هذا الطعام ورزقنيه وأرزق من غير حول مني ولا قوة مني أود أن لا يحي يدون شيرين شيرين يحيرد يأود أن لا يحي مني شيرين إلهي وأرزق وأم محله محضي هذا هو حراشن أنا أريد هذا الحمد لله الله محل الذي إله سو أطعمني هذا الطعام طعام كان يقوديه ورزقنيه وأرزقه من غير حول من غير حول مني وودي حالد حاجة كأعطيه يشرين وأرزقي ولا قوة قوت يأود منا على لهين حالد على لهين يأود عن كوكان ترى منا أحسن شرين إلهي وأرزقي بعد محلة هو حيل هذا وفير له ما تقدم من دم دم بقي سهرة ما والله ضعفها شو ما رتان ما حدكم مغطي الحمد لله الذي أطعمني هذا طعام ورزقني من غير ورزقني من غير حول مني ولا قوته معكم مغطي دم بداف وحالا ماذا كلمة سكرة ضرب الحرتي أما ضرب عصوها النقض أما ها هذا كو كاي هرب مد الله وصورة قال هي ما الله بس ثوب المرنك يحدا وفقال إذا الحمد لله الذي كسانها كسان كساني هذا الثوب إلهي بام محل يقو يقوي يحري إلا بسي مرضا ورزقنيه ورزقي من غير حول مني وح حيران أو حاجة يكأهات يين ترين يقول إلا بسي ولا قوة أول أيان أنا اللهين يقول أرزقي غفر الله ما تقدم من ذنبه ذنبه سي هرطم بالله نافيا ويسكن الحمد لله الذي كسانا هذا بعد حسا كان الحمد لله الذي عاد عمري بعد حسا لكن أنت ضم واسكم غفر الله ما تقدم من ذنبه وامسا والله راجل مرا الحرتي إلهي بعد ما حسيت على آخر شيء راشين بعد عنتي كل هذا ما يستوي دعاء كدعاء ستي هي أرنت صدحات من توضع النبي حور النكي ويسيست روحي ويسيست نحو وضوئي هذا ويسيست ويسيست أو كرع روحي ويسيست أو ويسيست قمات السجارسية وكان النبي حور صلى الله عليه وسلم من توضع النكي ويسيست نحو وضوئي هذا ويسيست أو كرع روحي ويسيست هي ثم صلى ركعتين لبرك عدوته كذا لبرك رجع الله لا يحدث فيهما نفسه نفتي سؤال أشي كينين وسوا الشيطان يا منك وصل عن قلب جاك هي وفير الله ما تقدم من ذنبه ذنبك سؤال والله نافع وهذا صحيح صحيح البخاري مسلم وريه صافي العيو هذا أنا لبوا ذورين أو مدا بوريه أرنت أفراد ما بيقول من توضع هو حيو يسيسته فأسبغ الوضوء أو يسر إسجارسية سيف يعني سجارسية ثم مشى أصعد إلى صلاة مكتوبة صلاة فرد أصعد وقلوا يا إياه فصلاها مع الإمام إمامكم عيسى لتكون وصلاة دي كبيرة غفر له ما تقدم دم بي سي هورو دوا لو داف حالا لا يري روحي ويسي ويسيستا دات كان حديثو صار اركيس غوري اي كو سويسيتو او ادو يسقو مسايكا اتيمادو او ويسي جلجل نكون ويسي جلجل حالا قوا جمعاد كلا عقبا روح ويسي 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 يلا كل كورو ويسي قبل ولا كو جير ما كا جبيي كل كا جبتنا ويسيزو هي اجر باد كيريس ان شاء الله تعالى شيطان كان حفظ باي كاغا نكون اي حرش وكان النبي عليه الصلاة والسلام وحوري هو حي ويسيستا كدبنا ويسيس قارسية كدبنا أصعد صلاة فرلا سورة تكون إمامك من عيسى دمي بيسي هرؤو نوى الله نافع هيا وارنت أفراد أرنت الشانات النبي عليه الصلاة والسلام وحوري
من قال حين يسمع المؤذن مؤذن كنك روحي مؤذن كمركو مقلو عد كيسا روحي هذا أشهد أن لا إله إلا الله وأخلق دمائيه أخلق دمائيوي من قال منك إذا حين يسمع المؤذن مؤذن كمركو مقلو عد كيسا وأعلان كدمائيه كل شهر إلا متابعين وإليه ونحي ونصوش رقنايه إلا لا حي على الفلاح حي على السلاح مويه ولا حول ولا قوة إلا بالله روحي مؤذنك عدك سمقر مركو آذانك دمية كدنا إلى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ماذا غفر له ذنبه ذنب جيسي وعلى الله عفايا هل ولي وحكاه الرئيس قولكو آذانك وآذانك ورمائيو خلت صلى الله عليه وسلم حديث سياه غيرت كيف هميسا النبي صلى الله عليه وسلم كدنا ترد أهيسا كدنا محد أهيسا اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آتي محمد الوصيلة والفضيلة وبعث المقام محمود الذي وعدته ناته المعاد ساسا ضايسا صدق راسا استرق الليسا كدنا إلهي بري ترى النبي قص إلهي كحمد ذو كدنا النبي قص لذو يا إلهي بريسا مثلا النبي حوري روحي مر أدنك مركو آلان كبام مئية كلمة إياه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبد ورسول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا وفر له دنبي سورة والله رفايا أرمت لحاد نبي حوري من صبح الله إله إنك أتصبح سوا في دبر كل صلاة صلاة كاستقراش هذا 33 صدح يا صدن وحديد الله 33 إلهي لما هذه صدن يا صدح وكبر الله 33 إلهي لأو كبرتها صدن يا صدح فذلك 99 صدح من الله من صدح صدح وامسة 99 صلاة يا سيال وقال تمام المئة بقولك حالك إن مين يكون هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير انت أين هذا غفر له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر بضع أبوك هذا دمجي سهرنا عليه يا قشن كذا يا باب حارته دمجي سهرنا دافايا بحال ولي وبدا تصبح الله سبحانه قولك روح آلامك حبوا على صلاة الله جبه وحبوا بالله يسوع حديث استغفر الله استغفر الله استغفر الله بعد هذا اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والكرام اللهم الله ما نعلم ما عضيت ولا معدول ما نعت ولا ينفع ذا الجد من كل جد لا إله إلا وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله هلك أنت عصى هذا هي أنت مركب هذا هو سبحان الله رب العالمين صدق صدح الحمد لله صدح الصدق هي الله أكبر صدح الصدق سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر واضح كتاه سبحان الله سبحان الله سبحان الله صدح صدر إلهي كنقطة الحمد لله صدح صدر إلهي كنقطة الله أكبر صدح صدر إلهي كنقطة إنت رواضي كتاه بقولك قاعدنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير هذا هو واحد دين بيجي سوالا دافع يا دين بيجي سهوا قناعو تعال حورته يقش كبد عدن ثم ركتان وين سمر إنا لحلا نملاي ما هو كنا لما قال حين يأوي إلى فرش كل كود ما هيو وصيحان هيو سكورون هيو بيشيس الروح إلى هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غفرت له ذنوبه وإن كان مثل زبد البحر إلهي يكون أريبا لغيست نبي حول صلى الله عليه وسلم روحي فراش كيس كل كور صلى الله عليه وسلم يدعى عمرك يدعى هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له لو الملك ولو الحمد على كل شيء قدير انت عبد عبد الرئيس لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله ولا دها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا دها مركا لو صار لو عاد بوترسي لبلا كلمات والنبي حوري ألا أدلك سعيد بكل ميارة كوتسين باب من الباب الجنة وفي رواية كنز من كنوز الجنة جنة الباب بغيرة أما بخار بخار رضا ميارة كوتسينين وأتكون مبانا يساعدات كلمة ما بديسه أكثر من حول لا قول لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة بس بدي النبي عليه الصلاة والسلام حديث كبير بس كلمة إلى ما بدي إنه لما تقول كنا ولا يجيب الدادة نبكى يا رئيسك يا استرئيسك يا محمد مش قادر ولا يجيبها لا حول ولا قوة إلا بالله أما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بس النبي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا هذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا هذا أنت يا هذا روحي أنت أسكت درس هذا هي دم بيجي سوالا دافع يا ولو كان مثل زبد البحر بدأ أبوك لونا بحر نقطه أرنتا سيدات نبي عليه الصلاة والسلام يقول ما على الأرض أحد
عرضا الدشيلة ما أهانن روح ما أهان يقول يا لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا روي الوصول نقطه لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله روح ما همتشرو إلا هذي وشرو كفر خضايا عنه كفر عنه خضايا ودميسة ولغات الترهية ولو كان مثل الزبد البحر بضع أبور كيلا بعضنا هذا إيه دادك قشن كيلا بإمسا بضع كنت على أدوك بضع أبور كيلا قشن كيلا دا الحارة وحارة غطيه دميسة ولا نواه إنت الله ما هي اللي بشيء هل ما هوية ما هذا إنسا لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله لا أقوى بهذا لا أقول لتنا صمرت صدح شر وحن صمر يوتر وضع ميسا دميسة ولا نواه فهي بضع أبور كيلا قشن كيلا دا الحارة وحارة من تحسن كرلا عنه كلمة يرى كوبرا سيدنا من الله ونحن سبحانه وتعالى وحكوصة من القبيلين أن نبو يحيد صلى الله عليه وسلم من قال نكي سبحان الله بحمده مئة في يوم مئة مرة بقول جير نكي سبحان الله بحمد مالك إلى هذا ها خطت ولا هو من هيا خطايا ودن بيسا لقوه من هيا ولو كان مثل الزبد البحر بضع أبرك أو ننبه لك على دن بيسو ومثل شرات مساواتي أفراد يبدا حضور كان لو نافايا ما حدا يسع بقول جير سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله ولا صدح دق ما قادرش دنبي قال او دو ولا نافايا بقول جير هدا تراو سبحان الله وبحمده دنبي قال وهله كاو بدا ابو كيده ارنت او دنبيسا نبي عليه الصلاه والسلام وحوري من قال لك يا استغفر الله الذي لا اله استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك روحي الى استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب إلى نكي لأنه واستغفارتي غفر له دنبي سوى الله ضعفا وإن كان قد فر من الزحف دقالك وكبائرت يوين وحكمين دقالك الجهات قلت شوية العرر دنبي سوى هباء هذا ولو هباء هذا قارب اللي سحيي مالك نكي فرية العرر يعني قليه روحي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه هل مرمياء مكبلا بايع أبو واستغفارتي كان هنيه روحي إلى هذا دنبي سوى الله نافع يا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه روحي إلى هذا هلك عرر الجهاد كمالك خاص أما روح دنبي قال له جهاد كعرر هل نقضيه دنبي سوى الله طبعا الرماد طبعا كالرماد إن شاء الله تعالى يكون كلاه فربلا لازم إن شاء الله تعالى سيره دنبي قلنا نقول نافع إلهنا وحن كبرينا بأسماء الحسنى وصفات العلا ومعلم جمعين دنبي قلنا إلهي نافع خاتمنا خير خاتمه فردوس العلا نقول جمعيه دنبي يكي والدين تاني يكي مسلمين تاني يكي عروت تاني يكي عسكرنا نافع خاتمنا خير خاتمه كلمة لا إله إلا الله وهذا كأنه قد بيسيو إيمان يسلم نمئ نقوده ولا يصير يبقى هيس إلهي نجا هيو نجا قالوا أنت حروس الإلهي عافيو أنت نبقى هيس نبقى كذا قالوا أنت فقر يدين هيس الإلهي سبحانه وتعالى فقر هذا دين تنا جبده وما نجب على سجود عينه إن شاء الله تعالى الدعاء والله أقبله ذاتكم مركيئة كلمة قيهين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.